إذن لا يمكن أن يكون لهذا الكون إلا إله واحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. إذن هذا هو الدين الذي أراده الله جل وعلا لنا، أن نعبد الله وحده لا شريك له، نوحده في ألوهيته، فلا نعبد إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نلجأ إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي غلاما في ريعان صباه وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، هي كلمات يسيرة لكن فيها مستقبل الإنسان، وفيها حياة الإنسان، وفيها مصير الإنسان، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الكلمات اليسيرة يعلمها الغلام، لأن أمامه مستقبلا طويلا ومشوارا وأمدا بعيدا، يحتاج معه إلى أن يعرف هذه الكلمات وأن يتعلمهن وأن يطبقهن في واقعه. وهذا هو الدين الذي ينبغي أن نعلمه جميعا، أن نوحد الله في ألوهيته، وأن نوحد الله في أسمائه وصفاته، فإن الله سميع بصير عليم حكيم خبير، نثبت له السمع والبصر والحكمة والإرادة والرحمة، فنثبت له صفاته وأسماءه على أكمل وجه، لأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى.